عايز يعني استعرض مع حضراتكم تصريحات اوزوريو بعد المباراه. اوزوريو يعني طبعا اتكلم قال ان الشوط الاول لما استطاع اي فريق زي ما قلت لكم يعني كانش فيها اي خطوره للفرقتين في الشوط الاول. لعب كان يعني الزمالك اتحكم في وسط الملعب وقللنا من خطوره بنيجا كثيرا. اوكي رد فعل الحكم غريب جدا في ركله الجزاء وجعل الشوط الاول اكثر توترا، وانا بتفق معاه 100%. الحكم عبد الواحد الكابتن عبد الواحد حرويدة كاد ان يفسد المباراه خاصه في الشوط الاول. هو كان متوتر وواضح من الكاميرا وهي جايه عليه ان الماتش كبير عليه. كانش في مستوى الماتش بصراحه. حكم المباراه ما كانش في مستوى الماتش. نكمل تصريحات اوزوريو. طبعا اتكلم على الحكم بيقول قرار احتساب ركله جزاء خاطئ، والحكم كان يتحكم في مجريات المباراه عن طريق اشهار الانذارات، وهذا الامر اثر على اداء الزمالك. بتفق مع اوزوريو 100% ان حكم المباراه يعني تسبب في خروج لاعبي الزمالك عن شعورهم، وخلاهم ان هم حاسين باضطهاد كبير جدا، رغم ان المباراه لو الحكم كان عنده بعض الخبرات كان يقدر ان هو يمشي الماتش في حتة تانية خالص غير اللي هو مشاها بيها او مشاها فيها. بان على طول من اول كرة بتاعت حمزة المسلوسي اللي اداله الانذار ورد فعله والانذار البدري بان ان هو خفيف. كرة بتاعت حمزة المسلوسي اللي في بداية الماتش دي اي حكم مش هديها انذار. اي حكم. دي كرة في نص الملعب، كرة مشتركة فيها شد في نص الملعب. انا معاك ان القانون بيقول ان هو ممكن يديها انذار، انما الحكم اللي عنده خبرة ما يديش انذار في التوقيت ده ابدا الا لما تكون كرة فعلا 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 تستحق الانذار. هو ده بداية التوتر اللي حصلت ما بينه وما بين اللعيبة واحتوائه للموقف وازاي ان هو احتوى الموقف. طبعا دي اللعبة، كرة في نص الملعب، الراجل بيلف، الراجل داخل معاه في الدقايق الاولى يمكن في الدقيقة 4 ولا حاجة. انذار وتر الكرة دي. انا بقول لكم دي نقطة تحول في المباراة، لان هي حسست لعيبة الزمالك ان لا الراجل ده جاي بادئ الماتش جاي علينا، مستنينا اي غلطة يعمل لنا مشكلة. وهنا الحكم عنصر مهم جدا في ازاي المباراة تمشي، في ازاي المباراة تمشي، ازاي ان يبقى فيه ذكاء في التعامل مع الموقف نفسه. ما كانش موجود نهائيا مع احترامي الكبير للكابتن عبد الواحد حرويدة. نكمل تصريحات اوزوريو اللي طبعا بيتكلم فيها عن حكم المباراه. بيقول لك في الشوط الثاني اجرينا عده تعديلات وسيطرنا على اللعب بشكل كبير وخلقنا كثير من الفرص والشباب لم يكن له اي فرص. على الاقل الزمالك كان يستحق تسجيل هدف. دي تصريحات اوزوريو بعد المباراه. اللي انا عارف من يعني معلوماتي ان هو طلب من اللعيبه بعد المباراه ان هم يعني يركزوا في المباراه القادمه ويستعدوا بشكل جيد للمباراه القادمه، وان المباراه القادمه في فرصه جيده للزمالك يقدر ان هو يصعد من خلالها. وانا بكلم حضراتكم دلوقتي اتحاد المنستيري جاب جون، اصبحت النتيجة 1-1-1، وانا شايف ان التعادل يعتبر يعني جيد بالنسبة للزمالك. لا النصر في قمة مستواه ولا الشباب في قمة مستواه. والنهاردة بصراحة لو كان الزمالك لعب وارى فريق الشباب يعني بشكل افضل، انا في رايي ان الزمالك كان ممكن يبقى شكله مختلف تماما.